بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي متابعين قناتي، السلام عليكم أينما كنتم، حياكم الله داخل الوطن خارج الوطن. يا ربي تكونوا كلكم بأمان ويعم السلم والسلام، وإن شاء الله يا ربي ترفع علينا هذا الوباء وترجع المياه لمجاريها، وتكونوا إن شاء الله كلكم بخير وعلى خير. الموضوع ديال اليوم إخواني أخواتي هي هاد النبتة الجميلة صاحبة هاد السبولة. كما كتشوفوا دابا حنا تقريبا هاد السبولة بدات تتخرف، خصنا هاد النبتة هادي باش نعاودو تاني تحيا من جديد، وتعاود ترجع عليها الحيوية ديالها، وتعاود تجدد الطاقة ديالها. حنا دابا كنت أنا شاركت معاكم قبل كيفاش كانت هاد الجينيريوم. اليوم حنا غنزبروها، غنديرو لها واحد لاطايسي فيغ، وباش كما قلنا نعاودو نحيوها من جديد، ترجع ليها الحيويه ديالها وترجع لها الطاقه ديالها. كما كتعرفوا حنا في الفصل البارد هي كدير هاد السبوله، يعني الفلوريزون ديالها كتكون في الفصل ديال الصيف، كتبدا من شهر 6 وحتى لدابا. رحنا دابا تبارك الله رحنا في شهر 1، يعني حنا راه تعطلنا عليها نورمالمون، كان خصنا نزبروها شهر 11 وشهر 10. حنا خليناها، راكم كتعرفوا الظروف اللي كنعيشوا اللي كتعيش البلاد كامله. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيمين غنزبروها، وبقاو معنا ما تمشوا فين. هانتوما اخواني اخواتي، بقاو معنا. العمال غيقوموا بالعمليه ديال التشديب من هذا المنبر، تحيه لهم، نعطيهم الصحه على هذا التعاون ديالهم، وشكرا لكل يد زرعت ولم تقطع. دابا الجينيريوم ديالنا مني درنا ليها هاد لاطايسي فيغ، يعني درنا ليها واحد تقليم حاد من بعد ما كانت السبوله او ديك الفلوريزون ديالها بدات تتدبال. حنا قمنا دابا بالتشديد ديالها باش نهيئوها الفصل الربيع والموسم اللي كدير فيه هي الفلوريزون، هو الموسم ديال الصيف، يعني من 6 7 8 9 عاد كتكون عندها واحد الفلوريزون. وراكم شفتوها كيف كانت، ما شاء الله كانت زينه. ودابا هي دابا ملي كتشوفوها بحال هكا كتبان هذا الورق هذا هكا، واخا هو كيبان هكا يابس، ولكن من بعد راه سبحان الله كتولي كلها ورق خضر مع ديك السبوله اللي كتشوفوها في الابيض، كتجي واحد تعطي واحد المنظر جميل
حنا دابا هنا كنهيئوها باش تستقبل الفصل الربيع، ومن بعد غنديروا واحد الارض، غنخدموا الارض يعني غنكربلوا الارض ونعطوها شويه تاع لي زونغري ديال الفيمي يعني الغبار كماده عضويه اللي كتخدم على المدى البعيد. وها نتوما كتشوفوا كيفاش درنا ليها، كيفاش صبرناها باش تكون عندنا واحد النموات، كنعطوها فرصه تجدد وتعطيها وتكون عندنا نموات جداد، وهكا تزيد تكون اقوى يعني النبته، كنعاودوا نعطوها حيويه اخرى، نشاط اخر. وهذه هي الطبيعه سبحان الله، هانتوما كتشوفوا امامكم. ايوا من بعد ما غنعطوا الغبار غنسقيوها، غنديروا لها واحد السقي يعني غزير. ايوا وغنحوضوا على هذا الحوض باش هكا الماء يبقى لداخل باش ما يضيعش لينا الماء. ها انتم كتشوفوا امامكم، نشارك معكم هاد الروزيه، هاد الوريضات كنهديهم للمتتبعين ديال القناه، وكنشد على يديكم واحد واحد، كنقول لكم شكرا على تتبعكم، شكرا على تواصلكم الدائم، شكرا على تعليقاتكم المحفزه. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا هذه القناه، بطبيعه الحال الا عجبكم المحتوى اللي كنحطو ما تبخلوش علينا باللايكات وبواحد تعليق محفز بواحد الاشتراك. واكون شاكره لكم واشد على يدكم واقول لكم الصلاة والسلام على رسول الله، وشكرا على المشاهدة.